السلام عليكم. اليوم في ركن عيادة بيطارية رح نهضروا على الولادة عند الأبقار. لازم نعرفوا باللي الولادة عند الأبقار تصرى في 9 شهور. لازم المربي يكون عنده دفتر مسجل فيه وقتاش تعمرت البقرة تاعو ووقتاش راهو يستنى فيها باش تولد. كي يلحق الوقت تاعها تاع الولادة يبداو يبانوا عليها أعراض الولادة. وشنو هما أعراض الولادة عند الأبقار؟ أعراض الولادة، الحاجة الأولى البقرة تبدأ تجبد روحها على البقرات الأخرين، تروح تقعد وحدها في كاش ركن من الإسطبل. يبدأ الضرع تاعها يتنفخ، يبدأ يولي أحمر ويسيل منه الحليب. البقرة تولي يبداوها أعراض الولادة. حنا واش نقدروا نديروا كي نشوفوا بقرة في هذا الحال؟ نعزلوها، نديروها وحدها في غرفة مخصصة للولادة. الغرفة هذه لازم تكون مفرشة بالتبن، ونوفروا للبقرة الأكل والشرب. تبدأ عملية الولادة. كيفاش نعرفوا باللي البقرة تاعنا خلاص راهي في مرحلة الولادة؟ الحاجة الأولى هي الكيس المائي اللي يكون فيه الجنين يترتق، تما يكون يسيل هذاك الماء اللي يكون فيه الجنين. في هذا كي يبدا هذه المرحله تبقى لنا نقولوا ساعه الى ساعتين باش تكون يكون العجل خارج البطن تاع البقره. بعد الولاده الطبيعيه للبقره العجل يقعد مع البقره 3 ايام. في هاد 3 ايام تكون لازمه باش العجل يشرب الباء ولا لو كولوستروم اللي يكون فيه دي زونتيكور. هادو لي زونتيكور يكونوا باش يطوروا الجهاز المناعي تاع العجل. لازم هادو لي زونتيكور يتشربوا في 6 ساعات الاولى. وكاين عمليه اخرى تصرى لازم المربي يقوم بها كي تولد له البقره، هو انه ينظف الحبل السري اللي هي عمليه مهمه جدا لتفادي امراض بكتيريه عند العجل.